بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع نكون مع بعض من 8 ل 9:30 عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت في الالعاب الاخرى على الساحه الرياضيه، طبعا داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. في النص الاولاني بيكون معنا مجموعه من الاخبار، دايما بفكركم على محتوى الحلقه يعني مع بعض، والنص الثاني بيكون معنا فقره حواريه. فقرتنا النهارده عن كره السله. انتوا عارفين حضراتكم الفتره اللي فاتت نجح النادي الاهلي تدعيم الفرق المختلفه في الالعاب الاخرى طبعا بصفقات، يعني دايما زي ما بنقول صفقات من ليفل 1، صفقات من نوع معين ومستوى معين، وهو ده اللي بيدور عليه النادي الاهلي بقاله فتره. لو مش هيجيب صفقه تعمل الفارق مع الفرقه ما بيجيبش، وده شايفينه حتى في كره القدم. كل الحمد لله الصفقات الاخيره لكره القدم بتيجي تعمل الفرق، بيخش على طول يشيل مع الفرقه. فالنص الثاني هيكون معانا صفقتين تعاقد معاهم كره السله سيدات بالنادي الاهلي. هيكون معانا طبعا رنيم الجداوي وندى نافع. رنيم الجداوي كانت موجوده في امريكا، لعبت لاحد الجامعات، خلصت ورجعت مصر، رجعت على النادي الاهلي. ندى نافع كانت في هليوبلس، نادي هليوبلس، ونجحنا ان احنا يعني نحصل على خدماتها في النادي الاهلي من خلال انتقال حر، يعني كان عقدها انتهى وكانت تقدر تنتقل لاي نادي. النادي الاهلي اتكلم معاها وتعاقدت مع النادي الاهلي. هيكونوا معانا، هنتكلم معاهم عن طموحاتهم واحلامهم مع النادي الاهلي، قصه انتقالهم النادي الاهلي كانت ازاي، ده هيكون في الفقره الحواريه. خلينا في الاول هنتكلم طبعا عن طوكيو 2020، طبعا بعد ما اصدر الستار عن هذا الحدث الكبير اللي اتكلف مليارات الدولارات. الحقيقه بنقول 1000 مليون مبروك لمصر، 1000 مليون مبروك لمصر، تحقيق عدد من الميداليات فاقت اي دوره اولمبيه سابقه. يمكن اكتر ميداليات حققناها كان ريكورد 5، كان اكتر ميداليات. احنا نجحنا الدوره دي، نجحنا حققنا 6. دي طبعا لقطات من بطلتنا ونجمتنا، نجمه مصر في الليل اشرف، اللي حصلت على المركز الاول والذهب. وعلى فكره ميداليه فريال خلتنا نقفز في الجدول على الاقل 32، احنا كنا في 78 خلصنا في 56 او 55 54، يعني خلتنا ننط تقريبا 34 مركز. ميداليه مين؟ ميداليه فريال طبعا، مع بعض طبعا الميداليه الذهب، الميداليه الفضه والبرونز طبعا خلونا نترتب كويس، بس الذهب بيخليك تقفز قفزات كبيره جدا بتتخطى كل اللي حاصلين على البرونز والفضه. الف مبروك، انجاز كويس، كنا نتمنى طبعا اكتر من كده اكيد، احنا طماعين ومصر تقدر، المصريين يقدروا، عندنا كوادر جامده جدا، عندنا احنا يعني مصر تستحق الكثير. احنا طماعين، احنا نحب دايما مصر تكون في المقدمه، ودي الروح اللي موجوده دلوقتي في البلد، الروح اللي موجوده في البلد ان مصر دايما عايزه تبقى الاول في كل شيء، ودي روح الجمهوريه الجديده، ان انت مش باصص ان انت تكون تمثيل مشرف زي زمان. الانجاز اللي اتعمل او عدد الميداليات جيد، ولكن في الاحسن. هنقفل صفحه طوكيو، لازم من دلوقتي نشتغل لباريس 2024. هتقولي طب ازاي؟ طبعا دي جيانا نجمتنا، نجمه النادي الاهلي اللي حصلت على البرونز وكانت تستحق ذهب، لولا طبعا مش عايزين نقول ظلم، ولكن عدم توفيق قرار من الحكم خلى جيانا تبعد عن الذهب، ولكن هي تستحق الذهب، هي نجمه من ذهب وهي بطله عالم على فكره. خليني اقول لكم انه احنا عندنا كوادر ونقدر، فلازم من دلوقتي نستعد لباريس 2024. طب هتقول لي ازاي يا كابتن؟ ده كمان 3 سنين والاولمبياد بتبقى كل 4 سنين. لا، ما طوكيو طبعا ده الجندي الخماسي اللي هي ميداليه تعتبر من اقوى الميداليات، وهقول لكم ليه. ليه الجندي احمد الجندي من اقوى الميداليات الخماسي؟ ان هو جه من المركز ال 13 وخلص في المركز الثاني، هقول لكم ليه الميداليه دي غاليه. بس خليني اقول لكم الاول عشان بس من الكلام يبقى ماشي صح. باريس هتيجي كمان 2024 بعد 3 سنين، لان كورونا اجلت كل شيء سنه. بس اللجنه الاولمبيه الدوليه اصرت ان كل حاجه تقام في ميعادها، 2020 طوكيو برغم انها اتلعبت في 2021، 2024 2028 نمشي كل ايه؟ كل 4 سنوات. عندنا كمان حاجه مهمه كمان، انه احنا اكتر ميداليات ذهب حققناها كانت برلين 36 ولندن 48، حققنا فيها 2 ذهب. في العصر الحديث اخر ميداليه ذهبيه حققناها كانت في 2004، كان كرم جابر نجمنا طبعا، ده كيشو، والميداليه البرونزيه كان من احد الميداليات المهمه جدا لمصر. فلازم نستعد جيدا لباريس، ولازم مش بس نستعد لباريس، لازم نفرغ لعبتنا، لازم كل اتحاد يفرغ لعبته لباريس 2024. مصر تقدر، لعبتنا تقدر، عندنا كوادر حتى حققت ميداليات بره مصر. هنقول مثلا في السلاح مع منتخب امريكا، مدربه مصري، مدرب سلاح مصري وحقق معاه الذهب. نفس الكلام في الكاراتيه في الاردن، مدرب مصري حقق مع مصطفى اللاعب الاردني اول برونزيه للعرب
في الكاراتيه، يعني عندنا كوادر، كوادر ده غير فارس طبعا رفع الاثقال اللي في قطر، يعني احنا عندنا كوادر كتيره جدا جدا تقدر تعمل الفرق. فاحنا طماعين، عايزين عدد ميداليات اكتر، ذهب كتير، عايزين مصر تروح في العشرة الاوائل. ليه لا؟ ليه ما نحلمش؟ ليه ما نحلمش بالوضع اللي احنا فيه والدعم اللي الرياضيين بياخدوه؟ عايزين نحلم ان احنا نبقى في العشرة، ليه ما نجيبش 5 6 10 15 ميداليه ذهب؟ نقدر. الجندي، الجندي في الخماسي، ودي لعبه بيسموها يعني لعبه من اللعبات الكور جيمز في الـ في الـ في الاولمبيك جيمز. ليه؟ لان دي لعبه فيها سلاح ورمايه وجري وسباحه، اللي هم الاربع لعبات الاساسيات انت بتلعبهم في لعبه واحده، ومجموع نقاطك فيها بتاهلك لميداليه. الجندي حقق اصعب، انا بقول والكلام ده على مسؤوليتي، اصعب ميداليه في الاولمبيات حققتها مصر على الاطلاق، على الاطلاق حقق الجندي، لان المنافسات في الخماسي صعبه جدا. هو كان في مركز ال 13 على فكره في النهايه، عوض في دقيقه وطلع الثاني، وكان يقدر، وطبعا فروسيه كمان، وكان يقدر عشان كده اسمه الخماسي، هم 5 العاب، الفروسيه انا نسيت، انا قلت 4 فاضل واحد. فطبعا احسن واصعب ميداليه حققها الجندي، نتمنى المزيد ان شاء الله. ولسه عندنا باريس كمان 3 سنين، هنغمض ونفتح نفسنا في باريس 2024. هنطلع لفاصل اعزائي المشاهدين وارجع لحضراتكم عشان نكمل كلامنا داخل برنامج الابطال، ولكن بعد الفاصل.